كالمعتاد كنت معكم خلف الميكروفون أنا أبو فروة فردوس. نعم فكرني عبد الرزاق وش كنت راح نقول. مشاهدين الكرام، من 25 جون في 2023 إلى 24 جوان 2023، كل يوم سبت على الساعة المرة 11 وساعات 12 كان برنامج نافذ على الكشافة، يوفيكم بجميع الأحداث، يوفيكم بجميع المواضيع، يوفيكم بجميع الضيوف. دخولي لي برنامج ليش فقط موسيقى حزينة يا عبد الرزاق. دخولي نعم لقناة التحرير كان مكسب 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 كبير لي، تعرفت فيه على عائلة، تعرفت فيه على أخوة أخوات، اكتسبت أباء وأمهات هنايا. شكرا نعم لعبد الرزاق اللي رافقني يعني حوالي 6 أشهر، يعني غدوة ندير 6 أشهر في القناة، رافقني يعني كل هذه الفترة. شكرا للقائد محمد جاب الله يعني الوثق فيه وعطاني هذه الفرصة باش نقدم برنامج نافذة على الكشافة. شكرا للشيخ أحمد ديدي، وشكرا نعم للأخ كمال رزوق اللي يعني أطروني ورفقوني ونصحوني. شكرا لخويا، خليني نقول خويا اللي ما جابتهاش أمي، يعني سيد بيا اللي وقف مع ياسر. شكرا لمصمم يعني البرنامج نتاعي محمد السعيد بقاص، يعني اللي عاوني ياسر ياسر يعني في تصميم إعلانات البرنامج. شكرا لجميع القادة اللي عطوا ثقتهم فيا، والقائدات بجابوا كشافين ومحضرهم. شكرا لجميع القادة اللي اتصلوا بي يعني شخصيا وعطوني نصائح، واتصلوا بي وعطوني أفكار لجميع المواضيع. شكرا يعني اللي كان السبب يعني باش نكون أنا كل سبت هنا يعني في قناة التحرير وحاضر عبد الرزاق. نعم نشكر الوالد نتاعي، نشكر جميع القادة والقائدات مرة أخرى. شكرا لجميع زملائي في قناة تحرير. محمد نعم شكرا ليك يا محمد، دعمتني ياسر، سامي، إيمان، شهرزاد، هنية، أسماء، حنينة، نسيبة، يعني كامل كامل تركيا ما شاء الله عليكم كامل. شكرا لجميع القادة اللي حضر معي خلال حوالي أكثر من 20 يعني حلقة، أكثر من 20 عدد، من 25 جوان في 2023 24 جوان 2023. بعد كل هذه الكلام حقيقة اكتسبت يعني عائلة من خلال برنامجي ومن خلال يعني قناة التحرير. هذه المسيرة يعني الإعلامية اللي دامت حوالي 6 أشهر تعلمت منها الكثير، عرفت فردوس، عرفت قدراتها. شكرا لكل شخص وثق فيا. بعد كل هذا الحديث راح نقول باللي اليوم راح تكون، ولا اليوم كانت أخر حلقة لي في برنامج نافذة على الكشافة في قناة التحرير. مش أخر حلقة في البرنامج يا جماعة، لكن أخر حلقة لي إن شاء الله بحول الله راح ينشط شخص آخر البرنامج. شكرا للجميع، شكرا لجميع المشاهدين. صعيبة علي اللحظة هذه، صعيبة ياسر ياسر. إن شاء الله يا ربي يوفقني في شهادة البكالوريا، ونرجع لكم بطاقة جديدة، ونرجع لكم بأشياء جديدة وبأفكار جديدة. في الختام شكرا لجميع المشاهدين، شكرا لجميع المتابعين، شكرا لجميع أصدقائي، شكرا لجميع القادة والقائدات، شكرا لعائلتي اللي دعمتني يعني خلال هذه المسيرة الإعلامية اللي دامت 6 أشهر. إن شاء الله نكون كنت عند حسن الظن، إن شاء الله نكون وصلت الرسالة اللي كان لازمها توصل من خلال برنامجي. شكرا ليك مرة أخرى يا عبد الرزاق، حقا يعني كنت أخ بأتم معنى الكلمة، رافقتني يعني خلال 6 أشهر في برنامج نافذة على الكشافة، من 25 جوان في 2023 24 جوان 2024 كالمعتاد دائما كل سبت فردوس بفروة تكون معكم خلف الميكروفون، وتقنيا عبد الرزاق بكار. ترقبوا برنامج نافذة على الكشافة الأسابيع يعني المقبلة والحلقات المقبلة، راح يبقى بنفس الطريقة لكن مع مقدم أو مقدمة جديدة إن شاء الله. تحياتي الخالصة، أنا أختكم في الله بفروة فردوس، سلام.